أجرت مصالح الأمن لولاية أضرار بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني مداهمات أمنية مشتركة تدخل في إطار حفظ الأمن والمحافظة على النظام العام وممتلكات الأشخاص. هذه العملية تدخل في إطار حماية المواطن وممتلكاته من خلال وضع نقاط مراقبة على مستوى مداخل ومخارج الولاية، وكذا تفتيش الأماكن المشبوهة. برمجة عملية مداهمة لوكالة الجريمة خاصة في الحي الغربي المعروف بارتفاع معدل الجريمة فيه، إن تم اغتياد عدة أشخاص مشتبه فيهم وتفتيش عدة مركبات، وهل الهدف من هذه العملية هو زرع الطمأنينة والسكينة في المواطنين لدى الشارع الأضراري. وللإشارة أنه خلال الشهر تم برمجة هذه العملية الرابعة المشتركة مع الدرك الوطني